طيب عندنا البعض بطولات النادي الأهلي بتمثل له حاجز كبير جدا وبتمثل له مشكلة كبيرة جدا. صعب جدا يا أسامة لو بتبص على أي دوري في العالم تلاقي الفارق ده. فأنت قدامك حلين، يا تتأقلم مع ده يا تبدأ تخلق لنفسك حاجات تخليك ترتاح نفسيا. النادي الأهلي بيتجاوز بطولة الأربعين دوري، هتحاول تلحقه إزاي؟ تخلي الدوري من عندك بخمسة فتاخد لك أربع دوريات ولا حاجة، يبقى بعشرين دوري، فهتلاقي نفسك لسه ما حصلتش. الموضوع صعب، ما تيجوا نفهم القصة عاملة إزاي. بس احنا عايزين بس نقول نقطة مهمة جدا، لأن البعض بياخد البيان اللي طلع من الفيفا وبيتكلم عن فكرة فساد المنظومة أو سوء المنظومة ومفيش منافسة. طب يا جماعة مفيش منافسة لأن أنا فريق بطل، ولكن ده مش معناه ابدا اطلاقا ان انا مش جدير بالبطوله. ولو اتكلمنا يمكن الدوري اللي شبه الدوري المصري وبشهاده باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك في قناه نادي الزمالك هو الدوري الالماني، وبايرن ميونخ هو شبيه النادي الاهلي في افريقيا، شبيه باداره بايرن ميونخ من الجديه. لو رجعتوا للقرن الجديد اخر 21 دوري شوفوا فريق بايرن ميونخ محقق كام بطوله، وشوفوا النادي الاهلي محقق كام بطوله. النادي الاهلي محقق 14، بايرن ميونخ محقق 16 يا فارس. فلو بنتكلم عن تنافسيه فاحنا شبيه طيب بالدوري الالماني. ده انا هروح معاك ده على المستوى المحلي. طب انت 2012 بطل دوري ابطال افريقيا، 13 بطل دوري ابطال افريقيا، 15 كونفدراليه، 17 و18 لاعب النهائي، يعني كانت حظوظك كامله في انك تتوج بالبطوله. 20 حققنا التسعه، وان شاء الله بلا مقاطعه 21 هتحقق العشرة. اين فكرة ان انت لو في الدوري المصري البطولة بخمسة، او ان في مجاملات للنادي الاهلي؟ طب في افريقيا، طب تالت العالم للاندية، انت متخيل النسق التصاعدي للمؤامرة اللي هو مجلس ادارة الكون اللي بيتآمر على نادي الزمالك القاتم في 100 عقبة؟ وان يا جماعة القصة مش كده خالص، وبالادلة وبالبراهين انت كل حظوظك في محاولة اللحاق بمجد الاهلي، فده اللي عامل لك مشكلة. نطلع ونشوف نصر إبراهيم في حديثه مع كابتن محمد أبو العلا قالوا إيه عن ما يخص بطولات نادي الزمالك بالمقارنة مع النادي الأهلي. النادي تعب واخد بالك، فإن شاء الله هيكلل مجهودنا إن شاء الله، ويتعب دايما غير كل أندية العالم، تعبنا دايما الحقيقة غير كل الأندية اللي في الحياة. كابتن إحنا بطولتنا بص من زمان، صدقني من زمان، يمكن أنا بتكلم بهدوء عشان عارف المواقف اللي بتحصل. أنا زمان عشناها كتير كتير كتير، لدرجة أنا هقول لك، بص لما كانت الأهلاوية يقول لك إيه ده أنتوا خدتوا 3 دوري، ده أنتوا خدتوا 4 دوري، ده أنتوا خدتوا 7. أنا عن نفسي عشان كنت مقتنع كنت بقول لهم أنتوا عارفين إن الدوري بتاعنا بخمسة من أي حد؟ والله بخمسة ده حضرتك كارم عشان كنا ده هو أكتر من كده والله، يعني بنقول عشان كنا بنتظلم كتير وبيضغط علينا، فإحنا متعودين، لكن ربنا لما بيبقى عايز حاجة خلاص انسى. والله العظيم بنحب نجيب لكم حاجات كوميديه تفرح الاسره المصريه. قال له لا الدوري بخمسه، قال له ده اكتر من كده والله، 50 60 70 حلو قوي كده. يا جماعه هو مش مزاد، والله اللي انتوا بتقولوه ده مش موجود في العالم. نادي الاهلي بطولاته بعرقه وتعبه واجتهاده. اكيد يا اسامه انت متفق معايا في ده. انا اكيد بضرب 12 في 5 لسه قدامهم كتير 60 كده الموضوع بقى صعب. لا لو الدوري بخمسه هيبقى صعب جدا، بقى دوري الزمالك بخمسه والكابتن محمد ابو العلا بيقول له كمان ازيد. بس الحقيقه احنا وقفنا عند رقم 5 ده لان تقريبا هو ده اللي بيتقال على كل اللي شغالين في نادي الزمالك، اطلعوا قولوا الرقم 5 حتى لو كنت اجنبي زي ما هنشوف. والجيش لو كان الحكم عادل كان طرد لاعب عندهم اللي دخل في كوره تدخل عنيف مع لاعب عندنا، في حكام كتير بتخطئ وفار كتير بيخطئ. وانا من ساعه ما جيت هنا الفتره ديت ما كسبتش ولا مباراه بخطا تحكيمي، لكن خسرنا بسبب اخطاء تحكيميه ممكن ما كانوش عادلين او الفار ما حددش الكور لصالحنا او ما اقرش بيها. هم الحكام ممكن يكونوا كويسين، فاطلب منهم ان هم يخطئوا اقل معانا ويكونوا اكتر عادل معانا. في حاجه هقولها بس ممكن اكون مش مرضي لناس كتير في ان اقولها، لكن من خبرتي في مصر الدوري اللي الزمالك يكسبه واحد يساوي 5 دوريات للاهلي، لان ما شفتش الاهلي بيتضر
في اي حاجه في اي شك بيكون لصالح الاهلي. اكيد طبعا بكل احترام للنادي الاهلي ليه فضل طبعا في الفوز بنادي منظم وكبير وكل حاجه. من اين جئت بهذه المقوله يا باتشيكو؟ اي قذيفه. من اين جئت يا باتشيكو؟ راجل اجنبي مش موجود اصلا في مصر، ساب نادي الزمالك، واخدين بالكم من كلمه ساب، ما بقولش المصطلح اللي هو عمله، ترك نادي الزمالك لفتره ما ثم عاد مره اخرى لنادي الزمالك حتى ياتي بهذه المقوله. خمسه دوري في النادي الاهلي او تعادل دوري واحد لنادي الزمالك، وده اللي قاله الكابتن نصر ابراهيم، واللي طبعا خلاص هنسمعه من كل من هو منتمي لنادي الزمالك عشان يضرب الحسبه السهله. 12 في 5 ب 60، احنا احسن من الاهلي بالتاكيد. ما هو ده الحاجه الوحيده اللي تخليك تتفوق عن النادي الاهلي، ان انت تكون ما بتعرفش في الحساب الحقيقي فبتعرف في الحساب الافتراضي. طيب فتبقى بطل افتراضي برضه. طب تعالوا بقى لحد حاول ان انت تكون بطل حقيقي، كابتن حماده عبد اللطيف نجم نادي الزمالك في لحظه كده اعتراف حط ايده على الاسباب الحقيقيه ليه الدوري مش بخمسه وليه في حاجات كتير جدا تستحق تخليك تشوف المشهد في وضعه الحقيقي. شوف كابتن حماده عبد اللطيف قال ايه. انت ما بتبقى كويس اوكي بتاخد بطولات ماشي، زي ما بتقول في استقرار اداري في استقرار مالي، عندك لعيبه عندك اجهزه فنيه، بس في وقت من الاوقات انت ما بتكونش كويس فما بتاخدش بطولات. احنا ده يعني المشكله عندنا، ممكن الناس تزعل مني من كلامي ده، دايما بنرمي همنا على التحكيم طول عمرنا. لا في اتظلمنا بس ما اتظلمناش مثلا مش 20 30 سنه. خلينا نتكلم طبعا عشان الناس تبقى الواحد يبقى منطقي في الكلام. لا اتفق مع حضرتك تماما وده نقاش. لا اتفق مع حضرتك تماما. يعني مثلا في وقت من الاوقات مثلا الجيل اللي هو بتاع مثلا ابو تريكه وبركات ومتعب والناس دي كانوا هم احسن من نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما كانش عنده موارد ماليه فما كانش بيشتري لعيبه، فكان الطبيعي. بس ليه بقى كان احسن؟ انا حضرت فتره من الفترات دي، يعني جزء من الفترات دي انا حضرت. انا بقول لك ليه؟ ما انا هقول لك ليه؟ ما قلت لك من البدايه ما كانش في موارد ماليه في نادي الزمالك. تصريحات بتطلع من جانب اخر وبيتكلم عن فكره ان ده ادعاء مظلوميه، وده الكابتن حماده عبد اللطيف تقريبا يمكن 10 11 12 واحد اتكلم في القصه دي كلها. ولكن المفارقه الغريبه ان كابتن محمد ابو العيله اللي كان بيزود عن خمسه هو نفسه كابتن محمد ابو العيله اللي كان قاعد بيستمع للكابتن حماده عبد اللطيف. ما كانش عاجبه قوي، كان عايز يوجه الحوار شويه، بس كابتن حماده عبد اللطيف حاوي كان صعب يتم توجيهه في الفيديو ده.